الو حبيبي، فكتي بيت مسخوط الوالدين، فكتي بيت. هذا هو اصعب ليفل. اقسم لكم بالله العلي العظيم حتى هذا الشيء حقيقي وحق لا اله الا الله، حتى هذا الشيء حقيقي. انا حيين عليكم الدريات. واش الفاميلي صافا عليكم؟ راني كنتمنى لكم كامل كامل تكونوا بخير وعلى خير. كنتمنى لكم كتفرجوا في هذا الفيديو تكونوا بخير وعلى خير ومرتاحين وبصحيحتكم. تكونوا يعني كي غاديين مع هذا البرد هذا، عرفتي شنو راه عندنا السميق اللي بعدنا في كازا، كاين البرد البصح. تخيلوا معايا دابا انا مريحه في الدار ولابس الجاكيت. المهم بغيت نقول لكم مرحبا بكم فيديو، مرحبا بكم فيديو جديد. انت اللي مالفه ديما كتقولها. المهم هذا الفيديو هذا اللي غادي يكون باقا انا ما عارفوش كيفاش غادي يكون، غادي يكون واحد الفيديو غير تجريبي. ما مود فيديو مختلف، ما تشالنج ما برانك. دابا حنا كنا هذا الشيء كنا باغيين نديرو غير في ستوري الانستغرام، حنا نقولوا علاش ما نديروش فيديو مقاد نحطو باش الناس اللي متابعينا في يوتيوب اكثر منا ديال الانستغرام. اشنو هي الفكره؟ بما ان شاء الله رجع لي الانستغرام ديالي وتعاون لكم ندير كلشي في الانستغرام ديالي. اشنو هي الفكره ديال الفيديو؟ سمعوا مزيان الفكره ديال الفيديو هي اننا غادي نعيطو. تخيل دابا يكون هادشي لايف وهما صحابات كيشوفوا هادشي. صحاباتي الناس اللي قراب ليا هاد الفيديو ده غنعيطوا صحابات مريم وشي دريات. صحاباتي الناس اللي الدريات اللي كندوي معاهم انايا. المهم صحابات مريم وشي دريات من العائله حتى هما قراب لك. غنعيطوا لهم غنقول لهم واش مريم بايته معاكم في هاد اللحظه. مريم هي مريحه معايا ولكن غنشوف واش مريم بيتنا. يعني بحال انا جيت قلت للدار قلت لهم انا غادا عاد فلانه مثلا جو سيباش مثلا سليمه صاحبتي، قلت لعلي انا غادا نبات مع سليمه، علي غنعيط ليها وانا مثلا مشيت لشي قنت اخر يا ربي. يعني دابا هما اللي قالوها كيفاش اللي قالوها كارثه. قالوا لا راه ما بيتاش معانا، يعني غير غادي يجدوا صاحبتهم الصداع. قالوا اه بيتها معانا، يعني كذبوا بحال كذبوا كيديو لي ديك الخايبه. المهم اش من طريق خايبه زعما. المهم بقاو معنا غادي نبداو باول اتصال. شكون غنبداو نديرو القرعه؟ نديرو القرعه ونشوفو اصلا معنا شحال واحد غنعيطو ليهم نقولو ليهم شكون باش هانتي بعدا نعيطو ضروري. ايمان بتخالتي احكي لي هاد الايامات قريبه لك بزاف. هاد الايامات على لا لما لما امكن نشوف انا ايمان قريبه لك بزاف. كاين ايمان، كاينه فاتي بنت عمي. ايمان بنت خالتي وفاتي بنت عمي. سليمه صاحبتي. اميره بالدنيا. أميرة بالدنيا النقابة اللي درت معنا الشوتين. شكون قلنا الخامسة؟ مريم شريف. شكون مريم شريف؟ صاحبتي. ايه شريف صاحبتي شريف. جيت سبيغي شحال عندهم الدريات؟ أربعة خمسة الدريات. غنعيطو لوحدة وحدة وبقاو معنا نشوفهم اشنو غادي يقولوا. غادي نبداو بهم. غنبداو غنبداو بالكبيرة. بس قلتي شريف. شوفي غنبداو بالكبيرة فيهم. غنبداو إيمان بنت خالتي. ايمان هو اللي في الصعيب خلاه هي الاخر. لا لا غنبداو بايمان الاولى. غنبداو بايمان الاولى. غنبداو ايطاب ايطاب اسهل وحده حتى ايمان راه هي ايمان راه ما عادش غنجبو. يا دابا بين غنبداو؟ نبداو بسهام؟ سهام اختي. سهام هذه سته ديال الناس. طاحتي في بالي غنبداو بسهام اختي. ست الناس نبداو بسهام. نعيطو لسهام هي الاولى. يلا. الوغ الفاميلي دابا غنبداو نعيطو لسهام هي الاولى. غنحافظش النمره صح. غنديرو بريفي. لا عيط لها من نفسك. يلا قولي قولي بي شحال النمره؟ هكاك هو هي سمعتو. قولي شحال النمره؟ 10 السمايق ليها. انا غادي ندير دابا دياز واحد 30 دياز. علاش ندير النمره؟ خفت تخلع. راه تخلع صافي يا سي. شوفي انت حقا واحد العيب واخا طلع لكم على السميه راه كنديروا دياز واحد 30 دياز وكطلع السميه. ديروا الفاولو ما تدويش السمايق. انا ما كنتشوفش. معايا. الو شكون معايا؟ توفيق. وين اخويا؟ فين هاني؟ شكون انت؟ عالي عالي مالك عالي اخويا؟ على السيام ما كايناش. موك دير بريفي. موك دير بريفي. لا لا راحت معيط مع معيط مع الدري صاحبي ما عيطش من عندي. لا 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 دوزي معاك سيام الله يحفظك. اش بغيتيها؟ بغيت نسولي على مريم. سيام هاك ياك. قال لك شاف بريفي. الو سيام فين هانيا؟ شوف انت دابا التليفون كيصوني بريفي وما قالتش لي راه عاد كيكون عكاز غاصو وجو. وي اسمعني فين هانيا؟ الحمد لله الله يحفظك. قول مريم جدي الشارجور. ميا؟ ها؟ كما كاينه ما عنديش. وكيفاش قالت لي راه قالت لي راه اليوم دايره مع السيام غنمشي نبات عندها وراه خلات الشارجور هنا. لا راه دايره معايا راه
قالت لي غادي نجي عندك، قالت لي باش نديرو شي فيديو. اها انا بغيت ندير واحد الفيديو، قالت لي غادي نجي عندك، باغا نحطو في لاشين. وقالت لي غادي نجي عندك. يعني دابا تي دايره تويا غتجي اليوم؟ غتجي عندي. ايوا صافي بوي بنتي بدي تجي قولي لها راه نسيت الشارجور. قولي لها تدي الشارجور خليته هنا. يلا صافي يلا. عزيز شنو في الاول والله تكلت بغات تجيب لك الصداع في الاول قالت لك مريم ما عنديش. قالت لك راه معاها ديري يا ربات اليوم. لا دابا هي جاوبت بغات تجي مني او ميم طون اللي ما غنعيط لك. سيهام كتعيط. تجاوبي لا لا بتشوف. قطع قطع نقطع صوت قطعي ناقص. ديري عندك تخلع. عندك تخلع ورا باينه غتخلع. صافي صافي قاعده دابا ندوزو شي نمره اخرى. شكون غندوزو دابا؟ شكون 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 شكون؟ وبدينا نقولو لهم شكون غندوزو. ندوزو دابا سيهام خصي. اي مالك عاوتاني كتعيط. اختي مسنيش لك ويلي راه خير اختي نتفاجئ مع راسي وغادي نجاوب. دير ديري انا طالع ما بغاش نجاوب. المهم ما طاش يكون فيديو بزاف دابا نعيطو لشي واحد اخر. الوغ دابا الفاميلي غنعيطو لصاحبه مريم الثانيه اللي هي اميره. هي اميره بنت الدنيا بنت بغاده بنت الدنيا براد اللي كاين. هاي نجمه كاتبين النمره هنا. شوفي تير كتبقى تسمع الضحكه ديالك سي فغي. فوالا دوري خاصك تشربي تيكير الصوت. هاي الأميرة عارف كيفاش جبناها. قربت تعرفش تكذب أميرة. بيري أمسكين الله يتبيري. أقل شايف نمرة بريفي ما تجوش. شحال واحد ما كيجوش بريفي شحال من واحد. جاوبي دابا ما بقيتش جاوبي بريفي الله حفظك. هاد كيت تخلع. ما كتجاوبش أنتوما وليتو. هاي لابي ديزا. كنعتذروا ما جاوبتش. شغل دابا ما جاوبتش. اش غتعيط للبراده دنيا؟ لا 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 صافي 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 غير عاود عيط. لا لا صافي صافي نديرو دابا نديرو فاتي بنت عمي. نديرو فاتي مزاره بنت عمي. لا لا صافي شو ما جاوبتش اميره ما جاوبتش. غتشوف هذا الفيديو انت ما كنعيط لك ما جاوبتيش. الوغ الفاميلي دابا غادي نعيطو لفاتي بنت عمي نشوفو تيش غتقول لنا واش غتقول الصراحه باش ما واش باش تجبد مريم الصداع ولا غتكذب باش مريم ما يطرا لها والو. على فكره كنقرو النوامر هنا حيت ما عنديش فالتليفون ما عنديش نوامر بزاف هذا ديال الخدمه هذا اللي فيه النوامر وكنقلوهم هنا عاد باش كنكوبيهم. 0 9 3 7 عاد 24 عام كيقول 6 7 لا باش نبقى عاقل عليهم مزيان. ترخ نشوف واش غتقول لينا. ترخ عاد تقلي عرفتيني ما جاوبتناش هي ما كملش لا فيديو بقى عليا قعدوا فيا. الو الو شكون معايا؟ فين فاتي هانيا؟ شكون؟ هاني. كي داير لاباس عليك؟ والله الا بخير. كي داير انت بخير؟ الحمد لله بخير. طال لاباس. والله الا بخير. كي داير عمي؟ بخير الحمد لله. سوسك الخير. وقول مريم راه الشارجور ما داتوش. كيفاش؟ قولي راه ما داتش مع الشارجور. لا لا ما فهمتش. ولا رحت قالت لي غنمشي اليوم راه قالت لي اليوم مشيت قالت لي اليوم غنمشي نبات عند فاتي والمشكله خلات مع خلات الساجور هنا. يدوش ما قالت لي انا جايه وتوضرت في الطريق وكنعت ليها. حد دابا وري عارفه طريق سيدي معروف. لا دارت الطريق من الفوق فهمتي فين كدير سطاج كنعت عرفت منين تدخل لعندنا. ودابا اش غنديرو؟ قطع عليك تعيط لي. قطع عليك مالك تعيط لك؟ اقطع اقطع. يلا انا اقطع. يلا انا واحد دقيقه ونعاود نعيط لك. يلا سير تقطع دغيا نجاوبها. حيين عليكم الدريات. دري 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 ولا تصدمت راه بان المعدن ديالها مسكينه بغات تعاوني بغات تعاوني صاحبي بغات دري. اقسم بالله والله حتى انا باقي مصدوم. علاش؟ اشنو بغيتي نقول لك؟ لا ما عديش نتقلب على اختك في ليا. لما غنعيطوا دابا بلاتي رقصتي لفاتي غنعاود نعيط لك دقيقة ونعاود نعيط لك. أنا نستنى دقيقة نعاود نعيط لفاتي نشوف اش غتقول لي. نقطع الفيديو ولا نقطع الفيديو نعاود نعيط لها؟ نعيط لها دابا. يلاه سيري بلاتي بلاتي أصلا يعني هي كانت تدير الكود
يعني هي ديك الساعه انت زعما كنتي كتعيطي لها. فكروني في ميساج قولي مريم بدلي الكودرة علي شافني، الله يجازيكم بخير هذا النهار هذا. شوفوا دابا اش غتقول لينا. شوفي انت ما تدويش. الو الو فادي شنو قالت لك؟ بلاش انا نعيط لك، راك معاك لي هارك الفات. كيفاش في الطريق؟ يلا وا بالي دغيا باش نعرف واش نجيبو لها انا يجيب لي الدري الطومبيل ولا تجي لي هي. انت لا انت عندي شارجر الايفون ماشي مشكل عاد. عندي شارجر الايفون. لا لا هي هذا كيشارجي لها هي. وانت لا ماشي مشكل ديالي تقديري بلا ما تعذب. ايوا صافي يلا يلا سلم عدها يلا صبح على خير وقولي غدا تجي بكري وصافي خليها غدا معايا انت مالك صافي واخا فاطي من بعد تا بس مشكل كيفاش خليها غدا معايا فاطي دخلتي ليا الشك في راسي فاطي فاطي ما هذا اي واحد كيعرف النهار ديال الشتا بلا ما تخبوش عليا قرجعوا ليا عقلك او اش هادشي صحابات مريم الوالد الوالده خاصهم داروا يشوفوا هاد لا فيديو والله حتى غنوريهم هاد لا فيديو بالله كتعيط بدا الفيديو بدا الفيديو بدا يقول لي كتعيط شوف شوف فاتي فاتي كتعيط لمريم في النمره ديالها لا لا جاوب انت ديري با الو حبيبه الو مريم حبيبه صافا كاينه كاينه انا خير رجع علاش قالت لي بابا عيالك اللي يجي عندك في المزرعه ويلي وي شوفي صدري الله يحفظك فاتي فهمت دابا انا خير جات انت ونعاود لك وي ما نسيتي صاحبتي سحب لي في راسك شوفي هانتي غير صدري انا فاش غادي نجي للدار غنعاود لك كل شيء وفين مشيت الله يحفظك فاتي صدريها ساعه راه قلت لي راه بي قلت لي شوفي راه قلت للدار كامل باللي بيتي عندك اصاحبتي ما تشوهينيش الله يحفظك ما قلتي هذه في الاول ولا نسيتي خرجت بالي صافي هانتي فاتي داك شت الافلام تقاد لك الريزه تقاد لك الريزه دابا صافي دابا ندوزو مره اخرى صافي دابا غندوزو دابا غندوزو كيف لا شوف غنعيطو لفاتي نقول لها عبد العالي بغيت نقول لها ديري لك عبد برانك لا تصدق الوغ الفاميلي دابا غادي ندوزو لصاحبة مريم واحد صاحبة مريم اخرى سميتها مريم شريف 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 المهم كي شريف كي قرات معايا في السونتر وبقينا صحابات وما اسر بسر من هذه الهضره معدي باش نفع اصلا ما غاديش نضن واش غادي تجاوب حيت ما كتجاوبش على البريفي ما جاش على البريفي عندها الباور سمعي سمع مريم شريف شوف واش اش غادي تقول شوفوا مقيده ما ندير حدا فريزه عزيزه عليا دري في الدري لا الو انا خونا كتجاوبش الو 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 فين مريم بخير لاباس الحمد لله شكون معايا انا عالي خو مريم فين هانيه بخير لاباس الحمد لله قول مريم راه نسيت الشارجور هنايا شكون مريم مريم اختي مالها قولي راه نسيت الشارجور هنايا راحت قالت لي لا راحت قالت لي غنمشي قالت لي راه اليوم غنمشي نبات عند مريم شريف وراه خلات الشارجور ديالها هنا ما جاتش عندك لا كاينه دابا نقول لها تجي تاخذ غتقول لها تجي عندك غتقول لها تجي ليه نقول لها تجي ليه صافي يلا شوفي شوفي اخرى نقول لها لا بلاتي واش هي حداك عافاك دوزها ليا ندوي معاها نسول هانيت انا ما كايناش مفكيه يلا الله يحفظك انا انت شويه نعيط لك صافي شوفوا شوفوا واحد مريم كنبغيك من هاد الميني بار اقسم لكم بالله العلي العظيم حتى هاد الشيء حقيقي وحق لا اله الا الله حتى هاد الشيء حقيقي انا ولا حتى ما كنزوجش وما فيش تكذب وحق الله مريم ما اقسم بالله العلي العظيم حتى انا دنيا ديري بزاف والله حتى حق لا اله الا الله حتى هاد الشيء حقيقي ولكن راه بزاف لا حيت كاين اللي كيدير لي فيديو كتعرفوا حنا اقسم بالله هاد الشيء حقيقي ولكن لا زين علاش ما بغيتيهاش تجي مني ما جاتش مني راه ماشي صاحبتي دابا غنعيطوا للمزوجه صاحبتي سليمه اللي كنمشي عندها للرباط وساكنه في تمسنا بلا ما قطعوا لا فيديو وهي اللي كنمشي عندها وراكم عارفينها ديجا كتشوفها معايا في لي ستوري هادي نورمال لي عرفت شنو طلعتني السخونيه انا
باش تعرف ملي طلعتني سخوني يعني اذا بغيت ندير شي زبله راه ما كاينش اللي يجيب خبارك ديري خطر والله يسخطر اه يسعني غتبان النمره مطوح سيهام اللي قالت لك معايا كره هي طلع من هنا ناري انا شحال من كلخا سيهام اللي سيهام قالت لك لهم معايش وفي الاخر قالت لك ها رجعوا للفيديو مي دغيا هنا 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 واش كتبان لي المزوجه حيتاش تزوجت سربي حيتاش تزوجت ناري اش كتحل لي كونيكسيون كيبقاو يزيدوا ناري لا باش ما يكونش مي في الطوب بزاف راهي مزوجه ندور لها هاي شوف المزوجه حيتاش اول صاحبتي غتزوج سبحان الله حيت قال لك يتزوجوا عامرين كيبقاو بايرات بحالها تبارلو غالي ما هاي نديرو الو افين سليمه افين هانيا الحمد لله عرفتيني بعدا واخا معيط لك بريفي صوتك هو اللي من قطاني قولي ديك البقره راه نسات الشارجور هنا اين البقره مريم قولي لها نسات الشارجور واتساب ولا قولي لها راه نسات الشارجور حتى هي يلاه دوات معايا قالت لي غنمشي نبات قالت لي اليوم راه غادي الرباط غنمشي نبات عند سليمه والمشكل خلات الشارجور هنا ومشات صافي دابا نقولها لها دوزالي نسولها طواليط انا نتسنى تخرج عطيت لهم في الطواليط منين جيك يلا سير شحال نعيط لك راح تخرجوا 10 دقائق هكا كوصوني 10 دقائق في الطواليط صافي يلا يلا ما يختي سير كدير عند الناس فيكتي بيتها مسخوط الوالدين فيكتي بيتها وعدتي ناري خطر والله يجي على حسب الفيديو قول شوفي صحابات كاملين والله حتى صحابات مريم خطر وحق لا اله الا الله حتى الصدمه وحق الله العظيم انا كنت بغيت دوش بغيتي تقول لها الو لا على خويا ما عديتش ما تقلب على اختك الو دابا الفاميلي غنعيطوا لاخر وحده اللي هي ايمان بتخالتك هذا هو اصعب ليفل حيت ايمان هي اللي كتربيني او ما كتكذبش غنشوف لا تقدر تكذب دابا وتقول لك اهرا معايا ولكن فاش غتعيط لي غتسمع فيا سبان ديال بصح 0693 ديري صحاب اش مريم خرج منكم هادشي انا عارفه ايمان اللهم قوي ايمانك الو 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 فين معايا فين ايمان شكون فين هانيه شكون معايا عالي فين هانيه بخير الحمد لله لاباس كي داير عبد الله كلشي بخير كلشي بخير مالك لا والو قول مريم راه ما داتش مع الشارجور ها قول مريم ما خلات الشارجور راه هنايا والمشكله ما عندي باش تشارجي في الليل صافي واخا حيت الشيره دخلات دابا هي كدوز لا حتي ما فهمتش انا قالت لي غنمشي تنص الليل عاد بان لا جيت بات عندك وشوف هاد مريم وراه هي مع سطاج بلا تعالي عندي دوبل ابل تنعيط لك دابا خرج نقول لها تعيط لك يلا وكين دابا 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 يلا لا تسندك حيني عليك على دوبل ابل لا شوف شي ايمان هي قالت لك دابا اوكي الا مشي دابا تلاقيت معاها غتخلي دار عشتي بالمعقول الا عرفتني كذبت عليكم ولكن هي غدافع عليا انا راه والله نري كتعيط لها في النمره الاخرى تاكي في واتساب لا خاطر تبدا نحيد من الويفي نجاوبها نقول لها ايمان نقول لها داكشي اللي شوفي نقول لها صدري هدي لها بابا الو حبيبي فينك يا مشخوط اه فينك كيعلى كيفاش فينك مالك فينك يلا عيط لي عالي فينك كبير علاش علاش عيط لك عالي ويلي دويت معاك قول لي فينك مريم وانا خارجه شوف يلا حبدك اصب عيل ايمان تنزول نعاود لك كلشي ها انت غير عيطي لعالي وقولي ليه راه معايا الله يحفظك صوفينا اختي الله يحفظك المهم دابا غصدري عرفتيني ما كنحملش بحال هكا سيري هانتي غصدري كل الهضره سيري كحلتيها والله كون كان هادشي بصح حتى غتعطيني قتله ديال الله كحلتيها مريم غنعاود نعيط زوجك كدوي غنعاود نعيط لها نقول لها خرج للطواليت شنو الكود فينك قالت لها المره الثانيه فكروني باللي على عارف الكود قالت لها فينك هاي ديز رين بقى من قيد يعني عندي راه كتعيط 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 نور الو ايمان الو
من دابا الساعه تكوني عندي. علاش غنكون علاش ايمان راه دابا خير جاسه طلعها بدك ولا نتي عصف الرويضه دابا الساعه تكوني عندي. وراه انا بعيده انا راه خارجه كازا دابا انا راه شنو قلتي واش ليا وصافي نسيت نجي ونعاود لك البلان كامل صاحبتي علاش ايمان علاش ما قلتي ليا والو وصافي اشنو كديري في كازا انت معامن معامنتي ايمان تنجي ونعاود لك الله يرضي عليك معامنتي ما مع حتى واحد صافي تنجي ونعاود لك غير صدري عالي الله يرضي عليك صيفط لي لوكاليزاسيون ونجي عندك دابا حيدي نحيد الويفي حيدي حيدي الويفي اه ديري ديري مودام عاد شنو بقى نعيط لها نقول لها باقا مخرجش من الطواليت اسمح لي لا ماشي قالت لي في الطواليت في قالت لي الو ايمان الو قولي لها دابا شنو غدوز غتجي لي ولا نجيبو لها وعالي راه عرفتي اليوم ماك عرفتي مريم ما كتبقاش تنوض بكري وهذا ومع هاد الايام ديال الطاج راه خرج دقدقه يا اما انا نجي عندك نجيبو ولا خليتها الغدا كاع انا نصوفيها بشي شارجور من عندي نير وقلا عندي كابلي ديال الايفون وكنا كيزاز يقولوا سامي سموك شنو خلني بلاتي هنا غنجي عندكم دابا لا 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 عالي 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 صافي خلي هنا غنجي عندك انا غنجي عندك نجي اما شي مشكل حيت غنجي انا والدراجي من الدريب الماطور لا اصلا راه كنت غادي نخرج نيت دابا خاصني نشوف شي غرض ونجي دابا شنو واش لا لك انا مالك كاين شي غرض في هذا الليل تيسوفي ايمان شوفي ايمان بلا ما يسخسخك والله لا طالعه انا اصلا جيتكم جايه عند خويا عند ياسين بغيت نقضي معاه شي لعيبات وندوز ناخذ شارجور ونجي وغتخلي مريم بوحدها في الدار واخا ما غتلقانيش ها واخا تجي اصلا ما غتلقانيش فهمتي حيت انا دابا خارجه غادي لا بس مشكل غنلقى مريم غنلقى مريم ايه ولكن انا عشان صاحبي حشومة عليك ماشي مشكل خلي نتعرف لها ندخل نحط لها الشارجور ونخرج وانا جايه صاحبي انا اصلا جايه خارجه ايوا صافي يلا 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 سير وها شوفي نعم وقولي غدا تجي بكري يتي بلا انت شبات عدابا ورا غدا اصلا غتنط نمشي من عندي للسطاج فين كدوز اه يلا يلا سيري صافي يلا يلا صلي في راسك سلمي على عبد الله يسلم لك الخير يلا سلم على خالتي يلا اكتي بك الويفي اللي كانت غتعيط لي شاخ ولكن سي علاش هو تعيطت لي قالت لي خطر 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 صافي حبس لا فيديو وبعد الفاميليا كنكون سعيد لكم على الفيديو كنتمنى يكون عجبكم والوالدين اللي كيتفرجوا فيه مابقاوش ديروا الثقه في صحابات ولادكم شوفوا خطر شوفوا من هذه التجربه هذه والله خطر شوف راه بغاو يعتقوني ويلي بالعكسكم قالوا لك راني معايا شحال باش غادي نهز عليهم يدي كاملين المهم اي سي ام تكلم معايا كرهتي دابا المهم لا فامي كنتمنى يكون عجبكم لا فيديو بغيت نقول لكم بلي ما تنساوش تواصلوا معايا على حساب فيسبوك انستغرام فيسبوك باقي بغيت نقول بلي انستغرام ديالي مديزاكتيف ولكن كنستوري بانستغرام ديال مريم هو اللي وليت كنخليكم في التصويره الاخرى وصافي خليني ندوي هو اللي وليت كنستوري به في انستغرام ديال مريم هو اللي غتلقاو في التصويره الاخرى بغيت نقول لكم تهلاو في ريوسكم يلا نحسبوها ثلاثه نقول واحد جوج ثلاثه بيس يلا واحد جوج ثلاثه وبعقلك يا مريم ممكن يلا المهم ما تنسوش تواصلوا معايا حتى فيسبوك وانستغرام تما كنجاوبوا على لي ميساج كاملين وكنتواصلوا مع الناس وكناخذ عندكم افكار ايه وراه خطر المهم هذا الفيديو كنا باغيين نديرو ستوري في انستغرام ساعه صدق غادي ندير فيديو في يوتيوب بغيت نقول لكم بلي تهلاو في ريوسكم كنبغيكم بزاف في الهضره بزاف يلا بيس